أهلا بكم. تبنت الحكومة المغربية مشروع الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال المدمر الذي سيفتح لتلقي التبرعات، لكن هل هذه المشاريع ستفي بالغرض أم أن الأزمة تحتاج لميزانيات ضخمة وجهود دولية عاجلة ومكثفة لتقليل الأضرار وعدد الوفيات وإعادة بناء المناطق التي تهدمت؟ ونحن نعلم أنه مع مرور الوقت تبدأ فرص العثور على ناجين تتضاءل لعدة أسباب، منها الطبيعة الجغرافية للمناطق التي تأثرت بالزلزال وطبيعة المواد المستخدمة في البناء وافتقار المباني لمعايير السلامة. هذا هو محور حلقة ليلى من استوديو الآن. ينضم إلينا بن مخلوف محمد، أستاذ جيولوجيا بجامعة عبد الملك السعدي من الرباط، والأستاذ أحمد ملاعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الأردنية الهاشمية. أهلا بكما. وأبدأ معك أستاذ بن مخلوف. عدد الوفيات يتزايد، يعني ربما هناك توقعات لا سمح الله أن تصل إلى أكثر حتى من 3000. من وجهة نظرك وأنت مختص بهذا الشأن، الكوارث وخاصة الزلازل، هل عدد الوفيات طبيعي مقارنة بقوة الزلزال أم لا؟ السلام عليكم. نعم نعم، طبيعي بقوة الزلزال، لأن الزلزال هو لم نكن ننتظر قوته، هذه القوة. وبما أنه وقع في منطقة قروية، أي 90% أو نقول 100% منطقة قروية، وتعرفون أن البنايات في المناطق القروية هي بنايات هشة قديمة، ليس لها ليس من البنايات ضد الزلازل، لأن هذه المنطقة في الحقيقة كنا نعرف أنها مهددة ولكن ليست لهذه الدرجة، ولهذا يجب إعادة النظر في هذه في طريقة البناء. طيب. الحصيلة كانت متوقعة والحمد لله الذي وقع. هناك يمكن أن المنطقة صخرية صلبة. عندما يكون زلزال في المنطقة الصخرية فهو يكون أقل ضررا من منطقة هشة. طيب. ولكن كما جواب على سؤالكم، الحصيلة كانت منتظرة من اللحظة الأولى عندما عرفنا بأن 7 درجات، وفي تلك المنطقة كنا نعرف، لأن وقع هذا في الحسين مثلا في المغرب 2004، نفس الشيء وقع الزلزال وأغلبية الموتى كانوا في القرى وليس في المدن، في المدينة. ما هي هذه المشكلة؟ أنه موضوع القرى والمناطق الصخرية، بروفيسور أحمد أرحب بك من جديد وأسأل، يعني اختلفت الآراء إلى حد هذه اللحظة خاصة من المختصين حول أنه هل هكذا زلزال بهكذا قوة هل هو متوقع بتلك المناطق في المغرب تحديدا أم لا؟ الحقيقة أولا صباح الخير والحمد لله على سلامة من نجا، ونتمنى الشفاء للجرحى. بالنسبة لما حصل، لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمن الإطار العام أننا يمكن التنبؤ بحدوث زلزال، ولذلك هذا الزلزال يقع ضمن هذه الحقيقة أنه لا يمكن التنبؤ، ولم يسبق لأحد أن تنبأ بهذا الزلزال أو غيره. لكن هناك مناطق نشطة زلزاليا، هناك مناطق لا حول العالم. نعم، هي نسبيا نقول أن المناطق الزلزالية نسبيا نشطة، ولذلك وضع العلماء عن طريق رصد تاريخي للزلازل 3 أنشطة حاسمة ونشطة، التي هي سيركم باسيفيك أو الفيرينج حول المحيط الهادي، وهي منطقة تشتعل تسمى حلقة النار بسبب وجود أكثر من 470 بركان نشط، وهنالك أيضا منتصف المحيط الأطلسي القريب من المغرب أو الميد أطلانتيك ريدج أو تحدب ظهر أو وسط المحيط، وهي أيضا منطقة تكتونية نشطة بسبب الحركية، ولذلك نلاحظ على امتداد هذا التحدب أو هذا الريدج هذا. طيب، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع
بروفيسور أحمد ملاعبة، سنعود له في حال تم إصلاح هذا الخلل. أستاذ بن مخلوف، يعني سأعود لك بروفيسور أحمد، لكن دعني أسأل الأستاذ بن مخلوف عن نقطة أنه بهذه المنطقة، هل كنا نتوقع حدوث زلزال بهذه القوة بها؟ يعني بالنهاية أنت من الرباط وأنت تعلم بهذه التفاصيل أكثر من البقية، أم لا هو لم يكن متوقعا كما حدث مثلا مع سوريا بوقتها؟ تركيا نتوقع حدوث هكذا زلازل وتحدث بها باستمرار، لكن في سوريا كان الأمر صدمة. فهذه المنطقة مراكش والمناطق القريبة منها، هل هي أساسا منطقة نشطة زلزاليا؟ لأنه اختلفت الآراء. نعم، هو كنا نتوقع زلزال ولكن ليس بهذه الدرجة. طيب، كنا نتوقع أقل من 6، لأن نقول المسبب الأساسي للزلازل في المغرب، هناك 3 مناطق، ولكن المسبب هو التقارب بين القارة الإفريقية والقارة الأوراسية الأوروبية، ولهذا فشمال المغرب دائما الزلازل، ولكن في هذه المنطقة تبعد 300 أو 400 كيلومتر من منطقة التقارب. إذا كنا هناك وقع الزلزال في أكادير 1961 ولكن ب 5.8، فكنا نتوقع أن يكون زلزال قريب من أكادير لأنها هي منطقة معروفة، ولكن ليس فوق 6، ليس بهذه الشدة. ولكن الدراسات التي قمنا بها منذ 20 سنة، أنا اشتغلت في هذه المنطقة، كنا وجدنا أنه هذه المنطقة تتحرك ب 1 مليمتر في السنة. والسؤال الذي كان دائما نقوله مع شركائنا الأوروبيين وخاصة الإسبان هو هذا الأطلس الكبير يرتفع كثيرا ولكن ليس هناك نشاط زلزالي متواصل، ليس كما شمال المغرب. إذا هذا النوع، دونك كنا خائفين، أن لأن تعرفون ماذا يقع عندما تكون هناك حركية، الطاقة تتخزن في الأرض، ومنذ 100 سنة أو 200 لم يقع زلزال كبير مثل هذا، فإن الطاقة التي تخزنت انكسرت وأعطت هذا الزلزال الذي هو زلزال سطحي، وسطحي أي ما أقل من 18 كيلومتر في العمق، وأعطى الهزة الأولى هي التي أعطت الطاقة أو حررت 90% من الطاقة التي كانت مخزنة. طيب أستاذ أحمد، تسمعني الآن بشكل واضح؟ نعم أسمع. طيب أستاذ أحمد، يعني هناك مناطق سواء في المغرب أو حتى ما جرى في ليبيا من فيضانات وسنناقشه بالتأكيد خلال الحلقات المقبلة، في سوريا وفي تركيا، يعني اتفق المختصين والمتابعين أنه هي أساساً مناطق غير مهيئة لا للزلزال ولا للفيضان، مناطق منهكة، الخدمات فيها شبه معدومة، وهذا يعني زاد من حجم الكارثة والضحايا الذين ذهبوا. لو تم استخدام المعايير المناسبة في البناء، كم من الممكن أن نقلل من حجم الخسائر؟ نعم، يعني لنأخذ الواقع كمثال، ما يحدث في اليابان عادة هنالك تطبيق لقيودات البناء والمواصفات والمقاييس الإنشائية في ضمن الأنماط المعمارية، لكن ما حصل في تركيا بالفعل أن هنالك اكتظاظ سكاني كبير في الأناضول، وكان الزلزال بقوة 7 و8، واليوم نعيش في إقليم الحوز 7.2، المنازل غير مطبقة لكودات البناء. المنطقة في إقليم الحوز منطقة تراثية، عمر المنازل بعضها أكثر من 300 عام وبعضها مدرج على قائمة اليونسكو للتراث. هذه المنازل إذا أردنا المحافظة عليها يجب أن نقوم بعملية دعامات أو زيادة قوة وتمتين هذه المنازل أو القرى.
طبعا بالتأكيد مثل هذا الزلزال 7.2 بالعشرة، ربما أن المناطق الريفية والمناطق ليس فيها اكتظاظ سكاني، ولو كان هذا الزلزال يعني فقط للذكر في منطقة مكتظة بالسكان لكان عدد الخسائر يتجاوز 15,000 إن لم يكن 100,000، وهذا معروف في المناطق كما لاحظنا في الأناضول. في اليابان يطبقوا كودات البناء حتى في الأساسات، يضعوا تجهيز للبناء عن طريق نظام الهيدروليكي الذي يتحرك عموديا ونظام العجلات الذي يتحرك أفقيا لمواجهة خلخلة الزلازل أو الأمواج الزلزالية سواء كانت انضغاطية أو متموجة حسب نوع هذه الأمواج الأولية والثانوية وأيضا الأمواج السطحية المدمرة. إذن ليس هنالك تطبيق لكودات البناء على امتداد الدول العالم الثالث، السبب أنهم ليسوا أثرياء مال، وثانيا أن التوغل أو الامتداد السكاني يمتد إلى أكثر من 5200 عام من العصر البرونزي، ونلاحظ المدن الأثرية كما الأهرامات في مصر وفي فاس وفي الأردن، مدن الديكابولس في جرش وأم قيس وعمان وغيرها، إذن هنالك امتداد عمراني. وقد تهدمت الآثار حتى خلال زلزال 1927 في الأردن. إذن الكودات البناء غير مطبقة، وهذا أكبر خلل فني يمكن أن نقول أنه السبب في وجود ضحايا، وجود تهدم للمنازل، وجود تصدع في هذه المنازل، ووجود ضحايا. طيب أستاذ بن مخلوف، يعني أين كانت الحكومات المغربية المتعاقبة من هذه المناطق وهذه البيوت؟ يعني البعض منها هو أساسا أي للسقوط حتى قبل حدوث هذا الزلزال، يعني أقل هزة أرضية أو فيضان أو أي كارثة طبيعية نشهد مثل هكذا تبعات خسائر بالمليارات وضحايا بالآلاف وحتى الجرحى، لماذا لا تكون هناك متابعة دائمة؟ هو في الحقيقة هناك تقصير من الحكومات السابقة، ولكن من 3 سنوات أو أكثر بدأنا هنا في المغرب، كل إقليم بدأ يقوم بإعداد خرائط نسميها خرائط قابلية التعمير، وهذه الخرائط القابلة للتعمير أنا اشتغلت فيها كثيرا. الهاجز السيسميك الزلزال، هاجز الزلزال هو يدخل في هذه، ولكن المشكل هو أننا عندما نقوم بهذه الخرائط نجد أحياء أو مدن أو قرى قديمة، إذن الحل هو تدميرها، إعادة بنائها بالكامل، وهذا يتطلب أظن وقت وكثير، ولهذا عندما وفي الحقيقة هو دائما عندما يكون الزلزال أو تكون كارثة يقوم المسؤولون ببناء كما وقع في الحسيمة 2004، الحسيمة نفس الشيء، والآن الحسيمة يقع فيها زلزال 5، ولكن البناءات القروية كلها الآن مبنية بالكودات الزلازلية القرى. إذن هذه المنطقة بالضبط هو السلطات كانت تهتم بقرب أكادير، لأننا نعرف أن أكادير وقع فيها زلزال في 1961، وبعد 50 عاما يمكن أن، لأن بعد 50 عاما يقع زلزال آخر لأنه تأخر، ولكن لم تكن في الحسبان في الحقيقة أن يقع زلزال في هذه المنطقة بالذات وبهذه القوة. هذا هو وكذلك هناك معطى آخر، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يقرر، هو الذي يكتب، هو أن الزلزال يقع بالليل، توقيت الزلزال لو وقع بالنهار لما كانت هناك ضحايا، لأن يتعرفون أن سكان البوادي أو الأرياف في النهار تكون خارج المنازل. طيب إذن السبب هو البناء. طيب هو بالتأكيد توقيت الزلزال وهذه الكوارث أيضا له تبعات، سنكمل الحديث حول هذا الموضوع مع ضيفنا ومعكم مشاهدي الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ضمن فقرة الرأي رأيكم سألنا المتابعين على منصاتنا: ماذا ستفعل إذا كنت أحد الناجين من الزلزال؟ الهرب إلى مناطق آمنة بنسبة 13%، أم تقديم المساعدة للآخرين بنسبة 77%، أم فسح المجال للمختصين للقيام بعملهم بنسبة 10%؟ أستاذ أحمد، أي من هذه الآراء أنت تذهب أو تؤيد كمختص أنه ما هو الأفضل للأشخاص الناجين من الزلازل على الأقل، أول خطوة يقومون بها؟ نعم، الحقيقة إذا كان هنالك إدارة ما قبل الأزمة، بمعنى أنهم كان هنالك تمرين كامل بزلزال اصطناعي بحيث نهيئ الكفاءات، ومع أكثرها هذه الكفاءات الآن تمثل الطاقات البشرية التي يجب أن توجه لخدمة المتضررين. فالناجين إذا كانوا بالفعل قد مروا بهذه الدورات يمكن أن يساعدوا، لأن اكتظاظهم في منطقة محددة دون وجود تقنيات أو لباس خاص، كما نشاهد رجال الإنقاذ الذين يلبسون ملابس خاصة للإنقاذ، طبعا إذا لم يكونوا بمثل هذه الجاهزية فالأفضل أن يبتعدوا، إلا إذا طلب منهم مساعدة ضمن إشراف مختص. أيضا الهلع الذي أصابهم خلال الزلزال قد يكون له عامل نفسي، فنلاحظ أنهم قد يكون لديهم اضطرابات ولا غير قادرين على التركيز، وهذا عشناه في أكثر من زلزال في تركيا وفي أيضا الجزائر وفي أكثر من دولة، والزلازل لا تنتهي لأننا الآن في هذا. طيب، اتضحت هذه الصورة. أستاذ بن مخلوف، موضوع الذكاء الاصطناعي، هذا التطور التكنولوجي الذي نعيشه في العالم، هل فعلا يمكن استخدامه في هذه الكوارث الطبيعية خاصة الزلازل؟ لا نقول تتنبأ بالزلزال، لأنه لحد الآن يبدو أنه هذه الفكرة من المستحيل أن يتم تنفيذها، لكن على الأقل تساعد بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العالقين تحت الأنقاض. تتكلمين عن بعد الزلزال؟ بعد الزلزال، بعد الزلزال نعم، إذا كان هناك آلات وخاصة الجيورادار، وذلك يمكن أن هو الآلات وخاصة الجيوفيزيائية، الآلات الجيوفيزيائية هي التي يمكن أن تساعد على وجود، على أين يوجد الضحايا أو الناجون أو ذلك. ولكن قبل الزلزال لا يمكن، حتى الذكاء الاصطناعي لا يمكن. الحاجة الوحيدة اللي يمكن نقوم بها هو دراسة الفوالق النشطة، أي نعرفها، أي نعرف أين هي وكم عددها، وحتى تاريخها. التاريخ مهم. عندما أقول لكم في هذه المنطقة لم يكن منذ 100 سنين، أي أكثر من 100 سنة، ما وقع زلزال بهذا ذلك، فهذا كان هاجس قبل الزلزال. ولكن بعد الزلزال أنا أظن، وخاصة المناطق كهذه المناطق، كان المشكل هو الوصول إلى، ولا ننسى انجرافات التربة، لقد وقعت انجرافات كثيرة للتربة وللأحجار، لا أقول تربة، فهي أحجار كبيرة، أي قطعت الطريق وسببت حتى لهذا تأخر الإنقاذ، لأن الإنقاذ لا يمكن أن نطلب من رجال الإنقاذ أن يذهبوا وفي خطر، إذا وقع وماتوا هم كذلك فهذا أكثر من مشكل. فلهذا بصراحة وكما قال زميلي الأستاذ، هو يجب عمل دراسة تكوينات للمسؤولين المحليين وكذلك للأطفال للمدارس. المشكل عندنا هو هذه الكوارث، حتى في التلفزيون لا نعطي أهمية لهذه الكوارث الطبيعية، سواء الزلازل أو الفيضانات، حتى تقع. هذا أيضا سؤال يا أستاذ بن مخلوف، يعني مثلا دورات تدريبية تثقيفية خاصة للأطفال، يعني هناك من يقول بأنه بسبب الخوف والارتباك
ربما الشخص ويقتل نفسه، ربما هو كان يستطيع أن يخرج من تحت الأنقاض أو يساعد غيره، لكن هو لا يفقه بهذه الأمور شيئا، لذلك هو يرتبك وبالنهاية للأسف ربما يتوفى أو يصاب إصابات بليغة، يخسر أحد أعضاء، هذه حقيقة. نعم، يجب إعادة النظر في الدراسة، في التعليم الأولي أولا. حتى المسؤولين، هناك أسئلة تأتيني أنا جد، هناك مثلا لما وقع الزلزال في، أنا كنت في مراكش في يوم كنت في قريب للزلزال، وماذا فعلت عندما خرجت الهزة الأولى؟ بدأت أقول للناس لا تخافون، لأن الهزات الارتدادية ستكون أقل من الهزة الكبرى، لأن كان الهاجس للناس هو هل يدخلون إلى منازلهم. أنا بيت في منزلي، في المنزل اللي كنت، لأن كان منزل قوي، المشكل هو المنازل الهشة التي سقطت في المدينة القديمة. أنا أستعجب لأن الناس مثلا في الرباط على بعد 400-300 كيلومتر منها أو 400 كيلومتر منها وباتوا في الشارع. أقول لهم أدخلوا إلى منازلكم، ستصلكم هزات ارتدادية أقل من أربعة، لا تخافون. إذا كان المنزل غير مشقق، أي ليس فيه شقوق، إذا هذه كما قلت ليس هناك سواء في المدارس أو في التواصل خاصة التلفزيون، ليس هناك برامج تحسيسية لعملية كيف نقوم. أنا أتكلم على الكوارث عامة وخاصة الزلزال خاصة، كيف يقوم الناس كما قلت بتدبير الأزمة بعد الزلزال، لأن هذا مهم، ويمكن أن كما يمكن أن هو نفسي، ويمكن أن يموت الشخص خاصة بعد الزلزال بدون سبب، أي ليس بالزلزال ولكن بشيء آخر. طيب هذا هو المشكلة. أستاذ أحمد، أود أن أسألك عن، تظهر بعد هكذا حوادث وكوارث، تنبؤات، توقعات، تفسيرات لعدة ظواهر مثل ظاهرة الضوء الأزرق، يعني أتوقع مرت عليك كذا معلومة وحتى فيديوهات قالوا أنها هي مرتبطة بوقوع وحدوث الزلازل. بعد كل زلزال هناك من يشاهد خاصة من أبناء المناطق التي يقع فيها الزلزال هذا الضوء الأخضر، هل له تفسير؟ هل هو أساسا ظهور هذا الضوء حقيقي أم لا؟ نعم بالتأكيد، هو في مناطق مثل جبال الأطلس التي تعرضت إلى تصادم قبل أكثر من 2 إلى 3 مليار عام، وأنشأت هذه السلسلة الجبلية الكبيرة والتي تقع في قلبها إقليم الحوز بتعرجات وانبساطات أو الأرض المنبسطة، سيكون هنالك معادن قادرة على إخراج مثل هذا الضوء، ونحن نسمي هذا الضوء ضوء البلازما أو المعادن الغنية بالعناصر التي يمكن أن تعطي إشعاع مثل الأوليفين والبيروكسين، ولا أريد أن أعطي ألفاظ مختصة كثير حتى لا يتوه المشاهد. نعم يظهر هذا الضوء كوميض بعد الزلزال، وقد سجل في أكثر من منطقة وأصبحت من الظواهر المحيرة ولكن الآن مفسرة. هذا الضوء ليس منه ضرر، لأنه أولا يحدث بعد الزلزال، وأيضا فقط هو عبارة عن الحالة المادة الرابعة أو البلازما غير الغاز والصلب والسائل، ويذهب كالشفق في الفضاء وتنتهي بعدها دون أن يسبب أي أضرار لأي مواطن، لأنه ليس خطير ولا سام ولا يسبب وفيات. طيب لكن هو يعني له تفسير، يعني هذا فهمناه هو هذا التفسير، لأنه أساسا هناك من كذب قال بأنه هذه فيديوهات، هذا فوتوشوب يتم استخدامه، لا وجود أساسا لشيء اسمه ضوء الأزرق بعد حدوث هذه الزلازل. أبدا موجود، والحقيقة كان خلال زلزال الأناضول موجود وطلب تفسيرات، والحقيقة كان هنالك اجتماع مع العديد من الخبراء في العالم، في ألمانيا وفي فرنسا وفي أمريكا، وكان التفسير المعتمد سابقا يعني أكثر من 10 تفاسير، ولكن بعد إجراء تجارب هنالك مختبر واحد أو وحيد في العالم الذي هو مختبر فورسبورغ
على مثل هذه الحوادث بقيادة البروفيسور زمانوفسكي، وهو صديق وجزار الأردن. وكانت النتيجة بالفعل بعد إجراء بعض التجارب على أن الاحتكاك يؤدي إلى توليد البلازما، وهذه نستخدمها أيضا في الـ ICB Inductively Coupled Plasma، جهاز دقيق جدا. طيب، عن طريق توليد البلازما من الأرجون، والأرجون موجود في جوف الأرض كما هو الرادون والكريبتون والزينون. إذن لا داعي للقلق من هذا الضوء، وهو موجود وهو حقيقة. طبعا ماذا نتوقع من احتكاك على فالق يمتد عمقا أكثر من 50 كيلومتر وقد يصل لـ 100 كيلومتر، ديب سيتد نسميه، أو يمتد أفقيا ربما الأطلسي، لا نعرف على الإنفيرد فولت أو الفوالق. طيب، غير الظاهر على السطح. طيب، هذه معروفة، وقد يمتد مثل هذا الفالق في الشمال الغربي والفالق الشرقي في مدينة. طيب، اتضحت الصورة أستاذ أحمد. الحوز. قبل أن أختم، أمامي أقل من دقيقة أستاذ بن مخلوف، هل نتوقع هزات ارتدادية قوية مؤثرة أم لا؟ فقط يعني هزات بدرجات جدا ضئيلة لا تؤثر. لا، كما قلت سابقا، في هو هذا النوع من الزلازل السطحية هو له مميزات خاصة، أنها في الهزة الأولى كل أكثرية الطاقة 90% من الطاقة تتحرك، ولهذا فالارتدادية تكون دائما أقل من الهزة الأولى، ولهذا منذ يوم فقط الهزة الثانية التي كانت هزة ارتدادية أولى. طيب، تسمى أولى، كانت 5.2، ولكن لحد الآن تتراوح بين 3 و4. طيب، إذن لا وجود، لا أظن بأن هذا الزلزال سيكون له استعدادات كثيرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ بن مخلوف محمد، أستاذ جيولوجيا بجامعة عبد الملك السعدي بالمغرب، كنت معنا من الرباط، والبروفيسور أحمد ملاعبة أستاذ جيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بجامعة الأردنية الهاشمية. شكرا لكم ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، في أمان الله ورعايته.